لحضراتكم. المهندس مجدي فهمي مسيحة بطل من أبطال حرب أكتوبر، كان ضابط احتياط في الدفاع الجوي وأفنى عمره في خدمة الزراعة. كمان هو شقيق المهندس سمير فهمي، رجل صناعة المبيدات المخضرم ومؤسس مجموعة سام تريد عليه رحمة الله، ووالده الصراف فهمي مسيحة كان من زعماء ثورة 1919 مع الزعيم الراحل سعد زغلول، وتعزل وتنفى معاه ورجع لمصر كفيف البصر. انا دايما متعود كنت باجي لك في المهندسين العرب في طريق البيس عند بيتك 10 فدان حلوين وبتقعد توريني التجارب الجديده. ما هي دي اللي كانت محط التجارب. ايوه النهارده انت جاي في 1200 فدان، هتجيب فلوس منين للكلام ده؟ انا دخلت التجربه دي ازاي يعني؟ ما خفتش؟ ما قلقتش؟ مين هيساندك؟ مين معاك؟ فهمني. انا كان ليا اخ اللي هو سمير فهمي الله يرحمه، شركه سام تريد الله يرحمه، كان معايا شريك. لما توفى انا اصبحت في راس المال اللي انا هشتغل بيه مش موجود. انا علم، هو خدني معاه ان انا راجل علم في الزراعه وهقدر افيده في الزراعه. لما هو توفاه الله بقيت انا مش عاوز راس مال عشان اقدر. انت الصحراء محتاجه جهد ومحتاجه راس مال عشان اطلع زرع زي دي. طب عملت ايه؟ بعت جزء من الارض عندي عشان اعمل 3 ابار، بدأت منه في برين دلوقتي. بيتك عند المهندسين العرب؟ بعت 5 سدادين ودخلت الفلوس هنا. كل الفلوس دخلت هنا. التجأت للبنك عشان يساعدني أكمل بقية الشبكات وأزرع من 3 سنين. مش عارف يعني ليه؟ أنت معاك الأرض ومعاك عقد الريف المصري. في حاجة أنا يعني مش فاهمها، ورحت قال لي غير الشركة عشان سنك 73 سنة. ده الخواجة كنتاكي غزا العالم كله بعد 65. أنت ده درس للعالم كله، وبرضه مجدي فهمي مسيحة هيفضل طول عمره يعلمنا الزراعة. أنا مش باخد القرض عشان مش هسد، لا أنا عارف إن هسد إزاي، وعارف أكسب الدولة إزاي، وعارف أكسب نفسي إزاي. كفاية تبقى مرجع لكل الناس في غرب المنيا. يعني اي مزارع في غرب المنيا يا سعد يا هناء لو انت دخلت له ارضه. انا يعني انا مش عاوز اشكر في نفسي. لا انا اللي بشكر، انت ما شكرتش. انا فاهم حضرتك مين. انا ايام ويمكن ربنا يفتكرني، لكن عاوز اسيب حاجه حلوه لبلدي وابني وقريبي. فرحنا بقى، بتفكر ازاي في ال1200 فدان دول؟ هتعمل ايه؟ نهمري نمره واحد. اولا انا ما اقدرش ازرع القطن ده، يعني بعد ما اشيل القطن ازرع قطن. لا لازم تكون عندي دورة ثلاثية، بزرع اكتر من 5 محاصيل عشان اشوف ايه الانسب ليا عشان الدورة الثلاثية دي. عشان التربة ما تجهدش والنبات اخد منه اعلى انتاجية. محصول القطن ده كأنك زرعت 3 محاصيل مع بعض، بيديك زيت، واعلى درجات الزيت هو زيت بذرة القطن. طبعا بتعصره تاخد منه كزب بذرة قطن، لان الاعلاف النهاردة خلت جنون في أسعار اللحوم. أنا كنت بوزع كزب بذرة القطن ده للجمعيات مجاناً، كيلو اللحمة ما كانش بتعدى 25 جنيه. حصل حروب دلوقتي في روسيا وأوكرانيا، القمح مش قادر تجيب كميات القمح عشان لقمة العيش. فبالنهاردة لازم أبدأ أعمل قمح. يعني حاجة زرع قمح هنا؟ أنا زرع قمح والقطن. وإيه تاني؟ زرع قمح وقطن وبنجر سكر وشعير وفول. طب أسأل سؤال، أنا شايفك جايب تربة طينية ودخلتها هنا، ليه بقى؟ دماغك فيها إيه؟ وليه ما خفتش مثلا من الآفات اللي موجودة في التربة المصرية في الدلتا تتنقل الصحراء وتبوظ الأرض بتاعتك؟ أنت دلوقتي دخلني في حاجات مهمة جدا لإصلاح الأراضي في مصر. طب اشرح لي. لما جينا زرعنا القطن ده من غير التربة ديت، النباتات حصل لها توكسيك وماتت، ما استحملتش ملوحه التربه والميه. التربه والميه. طب المنطقه دي احسبها مجدي مسيحة هيفشل؟ لا قدر الله، لا ما ينفعش. فجبت التربه ديت، وكان عندي ماده بتحتفظ بالرطوبه زي النانو كلي، وسجلتها هنا في مصر. التربه دي تعمل ايه بقى؟ بتقلل كميه الملوحه، والنبات دايما يلتجئ للحته الجذور بتاعته للحته اللي ما فيهاش ملوحه، حته فيها رطوبه دايما الجذر بيلتجئ لها. لما بضيف لها بقى الماده اللي هي بتعمل تحفظ الرطوبه، بتبقى مدياني قوه جامده مع الماده دي. يعني انت توصي بنقلها من بعض المناطق وان احنا نحطها في الاراضي الصحراويه الملحه. انا بنقلها مره واحده عشان اعمل استصلاح اراضي. التربه الطينيه دي احسن من الكومبوست؟ ما انا بحط كومبوست 20 طن للفدان. الكومبوست برضه كويس، بس من ناحيه الماده بتاعتي
اللي انا اللي هي تحفظ الرطوبه طلعت دي تعادل، يعني لو انا حطيت نقله كومبوست 60 متر دي بتعادل 30 متر، 30 متر من دول يعادل 60 متر كومبوست.